في تصريح خاص لقناة الأخبارية السعودية بعد ختام الزيارة التي قام بها سعادته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة واجتماعه مع نظيره السعودي، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن الروابط الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تمتد جذورها عبر التاريخ وستظل نموذجا يحتذى في العلاقات الراسخة بين الدول. الأشقاء، ولله الحمد ما يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية من علاقة تمتد لتاريخ مواقف ثابتة، ولله الحمد تنسيق دائم، لقاء أخوي تحدثنا فيه كل ما يهم الشأن الإعلامي الخليجي والعربي، اتفقنا على كثير من الأمور للتنسيق، فالاتفاق دائما ثابت والمواقف ثابتة ولله الحمد. ستشكل فرق عمل لزيادة نسبة هذا التنسيق. التحديات اللي تواجهها المنطقة خاصة بعد هذا الظرف الاستثنائي اللي نمر فيه، دعانا دائما بأن الله يزيل هذا الوباء